أقم الصلاة لذكري. روح الصلاة ذكر الله. يعني شنو؟ يعني من أول ما تقول الله أكبر يجب أن يكون قلبك حاضرا في محضر الله، مو بس تفهم ماذا تقول، لا، حاضر، يعني أنه تتوجه أنك في حضور الله. إذا ذهبت إلى الأمير فرضا، وقلبك يم الأمير وقت اللي تتكلم وياه الأمير، دعنا عن الأمير، ذهبت إلى أبيك، ذهبت إلى البقال، ذهبت إلى الصائغ وأردت أن تشتري منه شيئا، وتعامل معه قلبك يم، يعني تتكلم وياه، تخاطب، تأخذ الكلام، تعطي الكلام، هذا يسمى حضور القلب. الصلاة بلا حضور القلب، القرآن بلا حضور القلب، الدعاء بلا حضور القلب لا يسوى شيئا إلا ما يسوى النفايات. في بعض الأحاديث أكو أما يخاف عن الله، هذا الحديث، أما يخاف الذي يلتفت في صلاته، يعني قلبه يروح هنا وهناك، قلبه راح للمدرسة، راح للسوق، راح للمتجر، راح للدراسة، للزوجة، للطفل، ما أشبه. أما يخاف الذي يلتفت في صلاته أن يحول الله وجهه وجه حمار، يعني وجهه يصير وجه حمار، مو لازم هذا الوجه الظاهري، لأن كل إنسان في داخله أيضا إنسان، ويسمى ببدن المثال. قسم من الناس ظاهرهم إنسان باطنهم شيطان، باطنهم قرد، باطنهم كلب. قسم من الناس ظاهرهم إنسان باطنهم ملك، باطنهم إنسان. كل آدمي له وجه، وجهه شكل، فإذا كان داخله على طبق ظاهره أيضا بنفس الشكل، أما إذا داخله مو هالشكل، داخله فرد حيوان آخر، داخله قرد. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام قال له إنسان في الحج ما أكثر الحجيج، الإمام قال لا، ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج، ثم أشار إلى عينه فرأى الوادي قردة إلا القليل منه. أنا ملي وجه في باطني، أنت ملك، هذا ملك، هذا ملك، هذا ملك، وعلى الكل. هذا وجه الباطن للإنسان. إذا الإنسان بقلبه التفت عن الصلاة يتحول ما في داخله إلى داخل حمار، وهو ظاهره إنسان لكن باطنه حمار. من أول ما يقف الإنسان للصلاة لازم الشيطان يأتي ويوسوس إليه، لازم كل ما يوسوس الشيطان يجيب قلبه. قلبك راح في الدكان، في المتجر، في الصديق، على البحر، جيبه، يروح قلبك، شيء طبيعي، إلى الزوجة، إلى المريض، إلى الصديق، إلى الزوج إذا هي مرأة، وعلى هالمعدل كلما يتوجه قلبه إلى اليمين والشمال يأتي بقلبه، وإلا صلاته فلس. رب إنسان مصلٍ صلاته لعنة عليه، يعني أن صلاة الإنسان تكون لعنة على هذا الإنسان ولو يصلي. أقول الأحاديث، الصلاة إذا ما قبلت تلف كما تلف الخرقة البالية وتضرب به على رأس صاحبه، شيء طبيعي. الآن أمثل لك مثال، فرد دجاجة جايفة جبت إلى الخطار، الخطار شو يسوي الدجاجة الجايفة؟ يشيله يضرب وجهك، من الواضح هذا الشيء، أو يشيله أمامك يقطب الدرام، لا أكثر ولا أقل. الشيء الحدية التي تهدى إلى إنسان كبير، فكيف إلى الله سبحانه وتعالى؟ يجب أن تكون هذه الهدية هدية لائقة. أما
إنسان يقرأ قراية وركوع وسجود واعتبابا بلا حضور قلب هذا لا يسوى نصف فلس، وأحيانا يكون سيئة من سيئات الإنسان هذه الصلاة. يقولون فرد واحد وهذا كلش مشكلة، لا تصوروا شيء سهلها. إنسان يجمع قلبه في الصلاة من أوله إلى آخره، وقت اللي يقرأ، وقت اللي يركع، وقت اللي يسجد، وقت اللي يقنط، كل متوجه إلى الله، هذا شيء صعب. إذا حصلت هكذا صلاة كل المنكرات تروح. إذا شفت فرد واحد يصلي لكن ما يخمس هذا كذب، ما عنده صلاة. يصلي لكن يكذب كذب، ما عنده صلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان إذا كان متوجها إلى الله هذا مستحيل يخالف الله في صدقه، في أمانته، في عدله، في وفائه، في إحسانه، في خدمته، في أمره بالمعروف، في نهيه عن المنكر، في توليه لله ولأوليائه، في تبريه من أعداء الله، في جهاده في سبيل الله. إذا أنت متوجه إلى الله، هي الله شنو؟ أما صلاة روتينية، هذه الصلاة الروتينية لا تسوى أي شيء. أحد العلماء الكبار، هذا كبير السن، هذا العالم، قصة تقريبا عمره 80 سنة ما أشبه، يصلي في مسجد، لا أسمي ذلك العالم، توفي الله يرحمه، يصلي في ذلك المسجد وهو عالم كبير، لحية بيضاء 80 سنة أكثر أقل عمر، يصلي في مسجد، نريد يوم بعد هو ينقل القصة، هذا العالم. يقول فرد يوم بعد الصلاة شفت فرد لخط أكو عند المأمومين، يتكلمون هذا يتكلم هذا يتكلم كعركة أكو في المسجد. يقول ما واحد شفت هذول أهل المسجد جاي عاركون ويخاصمون، ويا فرد إنسان مظهره مظهر ريفي، مظهر الأرياف مو مظهر المدينة، لأن مظهر المدينة أكشخ، مظهر الريف مخربط أكثر. يقول أنه ما واحد هذا الريفي في الصف الأول، هو جماعة، هو كل المسجد ممتلئ جماعة، بعد الصلاة مباشرة صارت قالة في المسجد وخبصة، وهذا يتكلم هذا يتكلم هذا يسيب هذا كذا يرد وخبصة خبصة. يقول توجهت أنا شفت فرد واحد ريفي، هذا الكلام والاجتماع والضج ضد هذا الريفي، فرد ريفي في الصف الأول قاعد، وهذا متبين منه مو مال أهل الصف الأول، لأن من الأفضل في الصف الأول، الأفضل يقفون في الصف الأول، هذا أفضل شرع. يعني أنه مثلا إذا أكو أفضل ومفضول، الأحسن في الصف الأول الأخيار يقفون، كما أن الأفضل للإنسان أن يقف أمام يمين الإمام، هذا أفضل. يعني أفرض مثلا هذا هنا مكان الإمام، هنا اليمين أفضل من اليسار، هذا مستحب شرعا. فإذا دخلت في مسجد وفي صلاة جماعة تقف أمام في الصف الأول على شرط الفضيلة والتقوى، وقفوا على أيمن. يقول لما باوعت أنا ذاك العالم ينقل القصة، يقول لما باوعت شفت هالخبصة في المسجد على هذا الريفي، فرد ريفي جاي لا في العيد لا في النفير، مو من العلماء ولا من الفضلاء ولا هيكل هيكل صالح، هيكل عادي مع الريفي هذا الحفاي، وهذا قاعد في الصف الأول ومخرج من جيبه فرد منديل وفي خبز وملح وجاي ياكل خبز وملح. ما يفهم هذا، شفت الناس خبصيك هذا يقول انت ما تفهم شنو جاي احنا، هذا يقول مسجد محل اكل الخبز وهذا يسبه وهذا كذا، وكل شيء ما يقول مشغول ياكل خبز، ما يعتني بيهم اصلا. يقول انا هواية تأذيت من جاي في الصف الاول، اثنين ما صرت الصلاهم جاي، قلت شنو القصة؟ سألت من هذول، هو ما يجي يبال إلى أحد، سألت من هذول الجالسين هذول المأمومين شنو القصة؟ قالوا نتكلم ويا هذا ما يفهم شنو؟ قالوا هذا إجا، إحنا كان مكان خالي فارغ في الصف الأول، أكو أحيانا في الصف الأول يصير مكان فارغ، هذا جاي واقف هنا وفي وسط الصلاة من الركعة الأولى إجا، في وسط الصلاة في الركعة الثانية قصد الفرادة، أولا هذا مو مكانه، ثم في وسط الصلاة قصد الانفراد وأتم الصلاة بنفسه، ثم أخرج من جيبه هذا المنديل والخبز والملح ويأكل في وسط صلاتك أنت يا إمام الجماعة ويا عالم. يقول أنا هواية أذيت حقيقة، لأن هذا العمل لا يليق
توجهت إليه وقلت له ايش بيك عميش؟ أنا ايش حاسس كلام مسوي؟ قال أكو سبب. هو ما يجاوبهم إلهم، أما جاوب ليه؟ قال أكو سبب. قال شنو السبب؟ قال أقول السبب وحدك إلك أو أقول المجتمع؟ قال لا، ما دون هؤلاء القوم من سر، قل لي أي شيء اللي تريد. أكد مرة ثانية، قال أقول السبب إلك وحدك في أذنك يا واش، وأقول للمجتمع مثل هون. قال الحقيقة أنا كنت سامع عنك أنك عالم زين، أجيت أصلي وياك وأنا ريفي وخبزي في الجيب، فأجيت أصلي وياك الله أكبر عقدت صلاة معك، بسم الله الرحمن الرحيم شرعت في الحمد، قلبك راح إلى هالقصة. يقول العالم هذا الريفي، يقول اللي ظاهر ريفي باطنه مؤمن، قال قلبك راح إلى أنه إني أنا إمام الجماعة شايب وبيتي بعيد، وأتي إلى المسجد وأخرج إلى بيتي هذا تعب علي، أنا كنت شباب في هذا المسجد خب سهل من بيتي آتي وأرجع، أما هسه صعب علي. وجدت تفكر وتقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا في لسانك وفي قلبك هالقصة، فمن الأفضل أن أشتري ذريد حمار أجلكم الله دابة حتى أركب هذه الدابة أجي للمسجد وأرجع. خلفت إبت الركعة الأولى بتفكير اشتراء الحمار، لما وقفت في الركعة الثانية فكرت في أنه زين الحمار وين أخلي في بيتي، لأن الحمار يريد مكان، هل أخلي الحمار في غرفة أو كذا أو في أسطابل، ومن اللي يواظب على الحمار، لأن الحمار أجلكم الله يحتاج إلى مواظبة. أنا في الركعة الأولى قلت لعله فكرة طارئة وتروح، في الركعة الثانية رأيت إصرارك على التفكير والانحراف في ذهنك عن الله، أنا شفت هالشكل فرطت في صلاتي، أفرطت في صلاتي وأكلت الخبز إحنا عمدا حتى هذول يسألون وأنت تفضح. يقول هذا العالم هو يقول أنا من قال لي هالشكل شيء، أخذتني فرد حالة وقمت أبكي وقبلت وجهه وقلت إنه الصادق وأنا المخطئ وقامرة راح من طلع من باب المسجد، وأنا انفضحت قدام كل هؤلاء، قلت لهم ركضوا شوفوا هذا من، وركضوا ما وجدوا. صلاة هالشكل لا أقلها الفضيحة، لكن هذه فضيحته الدنيا وفضيحة الآخرة أسوأ، خصوصا إذا في تفكير حرام، وهذا عالم، هو عالم وشايب وإنسان طيب، لكن صلاة اللي إنسان يفكر في حمار وكيف يشتري وكيف يركب وكيف يخليه، أو في الدكان كيف يصرف فلوس وكيف يتعاطى ويأخذ ويعطي، أو يفكر في دراسته أو على البحر أو ما أشبه، هذه الصلاة قيمتها الفضيحة، فمفتوح هذا العالم فضيحة. هل فضيحة ظهرت هنا أمام هذول؟ هناك تظهر فضايحنا أمام جميع الناس. هذه صلاة لسانة فرد مكان وقلبه في بيع وفي شراء وفي رهن وفي إجارة وفي دراسة وفي زوجة، وأحيانا والعياذ بالله فكر الإنسان في معصية، أقول له هكذا، أسب هكذا، أبسط هكذا، في تزوير، في خيانة، في حيلة، وصلاته نصفة. وأكو في الأحاديث يوم القيامة يأتي الإنسان مصلي صائم، كل مصلي صبح ظهر عصر بالجماعة في صحيفة علمية يشوف ماكو صلوات، أين صلوات يا الله؟ يقول هالصلوات مو مقبولة، ما كتبت هذه الصلوات. مثل فرشيل فاسد، شلون أن الإنسان المشتري ما يقبل يرد؟ بيض اشتريته فاسد، ظاهره بيض، باطنه فاسد، تقبله؟ تفاح اشتريته ظاهره تفاح، باطنه فاسد، تقبله؟ صندوق برتقال اشتريته جبته للحوش كله خايس، تقبله؟ ظاهره زين. ظاهر الصلاة الحسنة وباطن الصلاة السيئة هذا مثاله. هذا الإنسان اللي حقيقي يصلي صلاة صحيحة، هذا إنسان يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ولذا الله تعالى في هذا الآية يقول وأقم الصلاة لذكري. صلاة قالت يقول روح اشتري تريك لأجل الإضاءة، ما نقول هالشكل شيء؟ إذا اشتريت تريك محروم يفيد هذا الشيء؟ الله يقول مو أقل الصلاة فقط، لا،
أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة حتى تكون ذاكرا لي. الإنسان الذاكر لله هذا الإنسان يكون إنسانا مستقيما. الإنسان الأعوج هذا مو ذاكر لله أبدا. ما يتصور الله سبحانه وتعالى. ينقلون المؤرخون فرد واحد يجي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عرض له الإسلام هو جاي يسلم أسلم. بعدين قال يا رسول الله صف لي الله. الله شلون؟ خصوصية الله شنو؟ مسيحيين يقولون فرد شكل الله بوذيين، فرد شكل الله يهود، فرد شكل الله المسلمين. الله شلون؟ الرسول وصف له الله. الله المالك، الله الخالق، الله الرازق، الله القادر. وصف 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 حتى وصل إلى قوله الله العالم. فشنو معنى الله العالم؟ العبد سأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معناه أن الله مطلع على البشر في جميع أحوالهم وعلى جميع نواياهم. العبد سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وهل الإنسان إذا عصى في بيت خلوة الله مطلع؟ الرسول قال نعم. فقال وفضيحتاه وصاح صيحة أغشي عليك وما. الإنسان اللي يرى نفسه أمام الله سبحانه وتعالى هذا مستحيل يعصي. العصيان ناشئ من أننا لا نرى أنفسنا أمام الله. هذا هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحيانا ما بيعرف أنه إيش وقت خلص صلاته لأنه في ذهن هذا الشيء. أما إذا الإنسان وجد نفسه أمام الله صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء هذا مستحيل يعصي الله تعالى. مستحيل يكون إنسان منحرف، مستحيل يكون إنسان خادع، مستحيل يكون إنسان عامل منكر وعامل سيء. ولذا من الضروري علينا في الحقيقة إحنا أغلبنا مبتلى بهذا الشيء بمجرد الصلاة والفكرة راحت هنا وهناك. هذا مو صحيح واقع. من الضروري علينا من هالليلة نبني أنه أي وقت نصلي خلي فكرة أمام صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني شنو؟ الحمد لله رب العالمين يعني شنو؟ الرحمن الرحيم يعني شنو؟ إياك نعبد. شوف خطاب في إياك نعبد وإياك نستعين من كل استعانة. هل جاء أتكلم ويا فرد واحد مو هالشكل قوترة اهدنا الصراط المستقيم. جاء أتكلم ويا فرد واحد وقلبنا يذهب هذا لا شك فيه. كل ما قلبك ذهب رجع. لأن الشيطان يأتي ليذهب قلب الإنسان من اليمين والشمال وهنا وهنا. وأي شيء على قول فرد واحد يقول وقت اللي الإنسان يضيع فرد شيء في الصلاة يلقي لأنه ما عنده فكرة يودي فكرة هنا 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 حتى يجد هذا الشيء في أين خليه كثير ماشي. فمن الضروري على الإنسان إذا وقف للصلاة أن يجمع فكرة. وكان من وصايا لقمان لولده في الحقيقة وصايا كلها ثمينة. الله سبحانه وتعالى إذا وافقني أنا وطاني كم فلس ما أخذ كم فلس يعني ألف عشر ثلاث دينار لا أكثر. كل حذن كنا نسويه قطع ففي كل البيوت بالملايين نوزعها. لقمان قال لولده يا بني إذا وقفت في الصلاة فاحفظ قلبك عن الذهاب هنا وهنا. يعني إذا وقفت في الصلاة فاحفظ قلبك. وإذا دخلت دار الناس فاحفظ عينك. مو بمجرد أن تدخل دار الناس ضوء هنا وهنا وهنا لا أبدا عيونك واضب عليك. وإذا جلست في المجلس فاحفظ لسانك عن الكلام. أفرد خطفة وهرجة ومسجد وزينية وصياح ومياح. أكو في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس أصحابه سكوت حتى ما يتحركون حركة ما يسوونها شكل هالشكل كان على رؤوسهم الطير. يعني شنو هذا؟ يعني أنه فرد واحد عندك مثلا أفرو فرد بطوط هذا يسوى 5-8 هذا الطائر بعدين أجي كحد على رأسك شلون عطر رأسك تاخذ حتى هذا لا يطير حتى يواش تكون شيء. أصحاب رسول الله كانوا إذا جلسوا بمحضر الرسول كأن على رؤوسهم الطير. يعني حتى هالشكل هالشكل ما يسوون كل هدوء. وفي الحديث أن المؤمن لا يتجاوز صوته أذنه. يعني يا وشك بهدوء ما يطلعش صياح
قعدت هنا أنا مهنا محتاج أصيح. الإنسان اللي في الصحراء وبيني وبينه 10,000 متر أحتاج أصيح. أنا فرد واحد اللي يملك هذا عاش وعاش بغدو أتكلم وياه، هذا أدب آداب هذا. أنا شفت هالشكل ناسها يا واش يتكلمون بمقدار ما تسمع وبمقدار ما هو يسمع. وشفت أشخاص يصارخون. فرد ليلة يجوا في حوشي بيتنا في كربلاء، 5 من أحد أرياف كربلاء، ما أسمي الريف لا يكون إهانة إلى الريف. أجوا 5 في بيتنا عندهم حسابات للحج، قاموا يصيحون يصيحون يصيحون. فرد 5 من الصياح جيراننا لبالهم عركة في بيتنا، ما عركة لا عركة لا بركة لا كل شيء، وإنما أنه يريد يحكي مثلا أنه شكل الخمس علي. فرد شكل يصيح حقيقة إلى 10 بيوت يروح صيح، ما يحتاج عمي أنا هذا الشيء، هذا مو لنا حتى إلا إحنا. لقمان أوصى ولده يا بني إذا دخلت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا دخلت دار الناس فاحفظ عينك، وإذا جلست في المجلس فاحفظ لسانك عن الكلام، إذا جلست على المائدة فاحفظ بطنك عن الطعام. فلصديقنا أصدقنا الله يحفظه أظن ما موجود الآن، أحيانا يشوفني يقول سيدنا أنا متضايق، يقول ليش؟ يقول ما في زايد بعد ما كانت نفس حقيقة. إذا جلست على المائدة فاحفظ بطنك عن الطعام، يعني شو يحفظ بطنك؟ ولازم هذا وهذا 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 وهذا. هذه من وصايا لقمان لولده. شاهدنا في هالكلمة من الوصية، إذا دخلت في الصلاة فاحفظ قلبك، وقول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.